للعقيدة الإسلامية العديد من الجوانب، حيث سيستغرق الأمر عمراً كاملاً لتعلم كل ما هو موجود داخل العقيدة. هذه المعتقدات الأساسية يتحدث بها المسلمون عموماً ويؤمنون بها. مرحباً بكم في قناتي لابد أن تعلم. قبل أن نبدأ ندعوكم للاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك ليصلكم كل جديد. في هذه الحلقة سنلقي الضوء على 10 معتقدات أساسية في الإسلام. البداية مع الاعتقاد العاشر، الإيمان بأنبياء الله. يؤمن المسلمون برسل الله بدءا من آدم الرجل الأول المخلوق، وصولا إلى إبراهيم، إسحاق، يعقوب، موسى وعيسى. ولكن المسلمون يؤمنون بأن رسالة الله الأخيرة كانت على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهي إعادة تأكيد لرسالة الله الأبدية. ويؤمن المسلمون أن النبي محمد هو آخر أنبياء الله المرسلين، وأنهم يؤمنون أن الله قال أن محمد ليس أبا لأحد، بل هو رسول الله خاتم الأنبياء. بالإضافة إلى أنهم يؤمنون أن جميع الأنبياء والمرسلين خلقوا بشرا، أي ليس لديهم أي صفات إلهية. الاعتقاد التاسع هو القدر. الإيمان بالقدر هو الإيمان بأربعة أمور رئيسية، أحدها أن الله يعلم كل شيء ويعرف كل شيء، ويعرف ما حدث في الماضي وما سيحدث في المستقبل. سجل الله كل شيء حدث وسيحدث ما شاء الله حدوثه، بغض النظر عن ما يريده أي شخص آخر، وبالنسبة إلى الله هو خالق كل شيء. ثامنا، الله هو الإله الوحيد. هذا هو محور التركيز الرئيسي في دين الإسلام، أن المسلمين يؤمنون بأن الله هو خالق كل الأشياء، وأن الله لديه كل القدرة والعليم بكل شيء، وأن الله ليس له ذرية ولا جنس ولا جنسية ولا جسد مادي أو أي شيء. كما يؤمن المسلمون أن عيسى ليس بإلها، لذا هم يختلفون عن الإيمان المسيحي بهذه النقطة. سابعا، الإيمان بكتب الله المنزلة. يؤمن المسلمون أن الله أنزل كتبا على رسله وأنبيائه ليثبت للإنسان أن الله حقاً يوجه شؤون البشر. بالطبع هناك الكتاب المقدس لدى المسلمين، وهو القرآن الكريم، الذي يؤمن المسلمون أنه كلام الله الذي نزل على النبي محمد. وهناك أيضاً الكتب المقدسة التي أعطيت لليهود والمسيحيين، ومع ذلك فإن المسلمين لا يؤمنون بها ويعتبرونها محرفة، وأن القرآن وحده يكشف الرسالة النهائية. سادساً، الإيمان بالملائكة. المسلمين يؤمنون أن الملائكة موجودة بالفعل، وهم حقيقيون، وهؤلاء الملائكة يعبدون الله ويطيعونه ولا يتصرفون إلا بأمره. ويؤمنون أن الملاك جبريل هو الذي أنزل الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأمر من الله. خامسا، الشهادة. الشهادة تقول لا إله إلا الله وإن محمدا رسول الله. وعند قراءة المسلمون لهذه الكلمات قد أعلنوا أن الله هو وحده وأن محمدا رسول الله. وقول الشهادة هو كل ما يتطلبه الأمر لكي تصبح مسلم، لكن عليك أن تقرأها بإخلاص وعن قناعة. رابعا، الصلاة. الصلاة إلزامية للمسلمين، ويجب أن يتم إجراؤها 5 مرات كل يوم. أول صلاة في اليوم هي صلاة الفجر التي تكون قبل شروق الشمس، وصلاة الظهر التي تكون في منتصف النهار بعد أن تتجاوز الشمس أعلى نقطة لها، ثم صلاة العصر في وقت متأخر بعد الظهر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء التي تكون بين غروب الشمس ومنتصف الليل. وعلى المسلمين أن يكونوا مطهرين قبل الصلاة ويقومون بذلك عن طريق الوضوء. ثالثا، الزكاة. هو التبرع بجزء معين من ثروتك للجمعيات الخيرية
لا تشير الزكاة فقط إلى العطاء الخيري الذي تقدمه بناء على لطفك وكرمك. عادة ما يكون المبلغ المعطى يشكل 2.5% من ثروة الفرد كل عام، والثروة تشمل الدخل الذي تحصل عليه من دخل العمل وخصائص الأعمال وما إلى ذلك. ثانياً، الصوم. الصوم الذي يؤدونه المسلمون يتطلب صيام شهر رمضان، وهو الشهر التاسع في التقويم الإسلامي. خلال شهر رمضان يجب على المسلمين ابتداء من عمر 7 سنوات البدء بالصيام، وعليه التخلي عن الطعام والشراب، وعلى البالغين التخلي عن النشاط الجنسي والتدخين. تمتد فترة الصيام من شروق الشمس إلى غروبها، ولكن بالنسبة للمسلمين الذين يعانون من أمراض يتم إعفاؤهم من الصيام، والأشخاص المسنين والحوامل والنساء في فترة الحيض. وإذا كان هناك شخص بالغ لا يصوم لأي من الأسباب المذكورة سابقا، فيجب عليهم أن يقضوا صيامهم في وقت لاحق أو تقديم نوع من التبرع للفقراء. أولا، الحج. يؤدي المسلمون مناسك الحج في شهر ذي الحجة من جميع الخلفيات والثقافات الاجتماعية ومن جميع أنحاء العالم، يجتمعون معا في مكة المكرمة ويطوفون حول الكعبة وغيرها من الشرائع الخاصة بمناسك الحج. عندما يؤدون الحجيج مناسك الحج يرتدون ملابس بيضاء بسيطة. مشاهدينا، بلمحة سريعة ألقينا نظرة عن أهم المعتقدات في الإسلام. نتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم. شكراً للمتابعة. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ومشاركتنا أفكاركم وآرائكم في التعليقات.